أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن الملتقيات الإعلامية في الوطن العربي تشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حيال مختلف القضايا في قطاع الإعلام والاتصال. وأشار سعادة وزير شؤون الإعلام خلال حضوره أعمال الملتقى الإعلامي العربي في دورته 15 الذي أقيم برعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة إلى أن ما يشهده الإعلام من تطورات متسارعة يتطلب دراسة مستفيضة وقراءة مستمرة لتلك التطورات، وهو ما توفره تلك الملتقيات الإعلامية التي تجمع النخب الإعلامية من مختلف أنحاء الوطن العربي لتباحث المستجدات ووضع الحلول الناجعة للتعامل مع المتغيرات في مجال الإعلام. وأعرب الرميحي عن سعادته بالمشاركة في أعمال هذا الملتقى متقدما بجزيل الشكر لسمو رئيس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة على رعايته أعمال الملتقى، ولمعالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة على حضوره واهتمامه بمثل هذه التجمعات الإعلامية العربية، شاكرا سعادته جهود القائمين على الملتقى يتقدمهم الإعلامي ماضي الخميس أمين عام الملتقى الإعلامي العربي على حسن التنظيم وكرم الضيافة. في جلسة حوارية تحت عنوان الإعلام في عالم متغير ضمن أعمال الملتقى الإعلامي العربي الذي تستضيفه دولة الكويت، تطرق سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام إلى جملة من المشاكل التي يعاني منها قطاع الإعلام والاتصال في الوطن العربي. ما نعاني منه أكثر هو عدم وجود معايير لتقييم الإعلام أو المؤسسة الإعلامية أو حتى المضمون الإعلامي. كثير من مراكز الدراسات الآن تقدم لنا أرقام وإحصائيات كم عدد مستخدمين تويتر، كم عدد الأجهزة الموبايل الموجودة عندنا في الخليج العربي، لكن ما شفنا دراسات أو يمكن ما وصلت الإعلام أو أظهرت بالشكل المطلوب. قبل أن أجيب على هذا السؤال، الحقيقة يعني أنا حضرت مجموعة من الجلسات الحوارية اليوم، استمعت إلى نخب، سمعت مثقفين، استمعنا إلى شباب من السوشيال ميديا. أنا على المستوى الشخصي استفدت كثير، سمعت وجهات نظر مختلفة، لذلك إحنا في حاجة إلى مثل هذه الملتقيات. أنا أعتقد موضوع اختزال الإعلام في الجهاز الرسمي هذه مشكلة أكبر. الإعلام ليس كما كان قبل 10 سنوات أو 20 سنة قبل دخول الإنترنت إلى المنطقة. الإعلام اليوم أصبح متواجد في كل مناحي الحياة. وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام الحاجة لتغيير مناهج كليات الإعلام في الوطن العربي بشكل مستمر. إذا كانت عندنا أزمة فهي مشكلة التعليم. أنا ذكرت في أكثر من جلسة حوارية هناك دراسات تقول بأنه يجب تغيير منهج الإعلام كل 6 شهور. الإعلام متغير، الإعلام سريع، ولكن ما زالت مناهجنا قديمة. إحنا كأجهزة رسمية يمكن نجحنا في أن إحنا نوفر جميع التقنيات والأجهزة الموجودة. أمس أنا كنت في زيارة لتلفزيون الكويت وإذاعة الكويت، ما شاهدته ما يقل عن ما هو موجود في أوروبا وفي أمريكا، ونفس الشيء عندي في تلفزيون البحرين. ولكن هل أنا فقط مطلوب مني أدرب المجموعة اللي عندي؟ لا أبداً، كل الأجهزة الحكومية، كل القطاعات في المجتمع يجب أن تتعلم أو تتدرب في مجال الإعلام. موضوع التواصل اللي ذكره أستاذ سامي، إحنا مرآة عاكسة لواقع. أنا كجهاز تلفزيون أو إذاعة أو حتى صحافة نعكس الواقع. المؤسسات الحكومية تعاملها مع الإعلام ما زال بتحفظ، وما أعرف ليش. يعني اليوم أنا إذا أستمع إلى أي نقد أو أي ملاحظة، بالعكس قاعدة تساعدني في أن أنا أنجز مهمتي بالشكل الصحيح. لكن الخوف اللي أو الهلع اللي أصاب كثير من المسؤولين هو سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فأبعدهم كثير عن التواصل. وفي إجابة على سؤال حول نظرة المجتمعات العربية للغرب،
أكد سعادة وزير شؤون الإعلام أن النظرة العامة بأن الغرب يعيش في عالم مثالي أمر بعيد عن الحقيقة. أنا ما أعتقد بأن الغرب دائما مثالي كما نعتقد. يعني أنا أشوف كثير من المداخلات تتحدث عن الغرب وكأنه هو العالم المثالي، هذا غير صحيح ترى. يعني اليوم في الصناعات نعم قد يعني من حقك أنك تقول والله دول صناعية، لكن في الإعلام وفي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا والله بالعكس. أنا اللي أشوفه في الإعلام الغربي هناك انحلال خلقي كبير، هناك مؤسسات إعلامية تدار من قبل أجهزة استخباراتية، هناك أحزاب سياسية تتحكم في وسائل الإعلام، ليست بالمثالية اللي احنا نعتقدها. إن كانت هناك مشكلة فهي في الإعلاميين نفسهم في موضوع تعزيز ثقة المواطن العربي في قدراته وكفاءته وفي الخير والنعمة اللي احنا فيها. في تقصير، هناك فساد، هناك مشاكل اجتماعية، ولكن ليست هي كل حاجة يعني. وتطرق الرميحي إلى ضرورة العمل لزيادة الوعي في المجتمع. أنا أعتقد إحنا المجتمع العربي عندنا نسبة المحللين أعتقد جدا كبيرة. كل من يعني يحلل، كل من يشخص، نفتقد للمعايير في موضوع التشخيص، نفتقد مثل ما ذكرت مراكز دراسات تشخص لنا الحالة وتقدم لنا الحلول. أما كل من بيطرح وجهة نظر ويعتقد أنه عنده الحل بشكل فيه كثير من الإساءة للجهة اللي خاطبها، أنا أعتقد إحنا بطبيعتنا كعرب ما راح نتقبلها. حتى أنت الشخص اللي أنت تنتقد، أعتقد لو كنت في مكان المسؤول لن تقبل هذا الموضوع. وفي ختام حديثه أشار سعادة وزير شؤون الإعلام إلى أن التدفق الكبير للمعلومات في وسائل التواصل الاجتماعي جعل العمر الافتراضي لأي خبر قصيراً. اليوم قيمة الخبر المهم في وطننا العربي أصبح عمره الافتراضي ما يتعدى 5 أو 10 دقائق نتيجة تدفق المعلومات. كم هائل من المعلومات، يعني جرائم قاعدة تصير في وطننا العربي قبل 20 سنة كنا نتكلم فيها لمدة أسبوع أو أسبوعين، تعقد لها برامج ومنتديات يتحدثون عنها. اليوم كم هائل من الجرائم قاعدة تصير نتيجة هذا التدفق من المعلومات راحت. عالم آخر يجب أن نتعامل معه، ولكن بخصوصيتنا إحنا. أنا ضد من يعتقد بأن الغرب مثالي 100%. إحنا لدينا الكثير من الإرث، كثير من الأعراف، كثير من العادات والتقاليد، كثير من المبادئ اللي نفتخر فيها. أعمال الملتقى الإعلامي العربي عكست ما أكده سعادة وزير شؤون الإعلام أن مثل هذه الملتقيات الإعلامية تشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حيال مختلف القضايا في قطاع الإعلام والاتصال.